السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنا نقال كل شيء في المنزل. اليوم حنا نهضروا على نبتة الدفلة، هاي حبيت نورياكم جيت برا يعني بدون تعليق. المرة لما نهضر معكم بسكو الطونوبيلات ورانا على الطريق. شوف شحال شاب، الله يبارك، شحال كبرت، ها دير ساعة عند باب الدار. شوف شوف شحال كبرت، هذه هي شجرة تاع الدفلة. كاين أنواع، هذا عندي الغوز برك أنايا اللي راه هنايا، ها كاين أبيض، كاين أحمر، كاين هذا. حبيت نوريها لكم تشوفوها وتتعرفوا كاين بزاف اللي ما يعرفهاش. سمحوا لي على اصوات الطوموبيلات، لا غالب باسكو قلت لكم راني على الطريق، لا هكاك يعني كي تكون تفوتوا الطوموبيل تسمعوا ضجه، سمحوا لنا.